أهلا وسهلا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. المنتخب الوطني التونسي تعادل البارح 0-0 أمام منتخب ناميبيا، مباراة لحساب الجولة الرابعة من تصفية المؤهلة لمونديال 2026، مباراة دارت في ملعب أورلاندو بجنوب أفريقيا. المنتخب الوطني التونسي يبقى في الصدارة رغم تعادل البارح في مباراة ناميبيا برصيد 10 نقاط، في المقابل المنتخب الناميبي في المركز الثاني برصيد 8 نقاط. تشكيلة المنتخب الوطني التونسي للعبة البارح مباراة ضد ناميبيا: البشير بن سعيد كان في حراسة المرمى، على اليمين حمزة المثلوثي، على اليسار علي العبدي، في محور الدفاع منصر طلبي وياسين مرياح، وسط الميدان لياس الصخيري، نادر الغندري وحمزة رفيع، وفي الهجوم لياس العاشوري والياس سعد وهيثم الجويني. تغييرات الإطار الفني بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في هذه المباراة: خروج نادر الغندري بسبب الإصابة ودخول غيلان الشعلالي في دقيقة 43، خروج إلياس سعد ودخول مرتضى بن وناس في دقيقة 56، وخروج حمزة رفيع ودخول وجدي السحلي في دقيقة 88. تعادل مخيب للأمال البارح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي أمام منتخب ناميبيا. منتخب ناميبيا اللي قلقنا البارح وكاد يفوز في المباراة، مباراة يحكي عليها مدرب المنتخب الوطني التونسي منتصر لوحيشي في تصريح للتلفزة الوطنية: الماتش هذا حاولنا ما نجحناش في حاجات اللي كانوا نجموا يخليونا نعملوا لي 3 بوان اليوم. شنو هما الحاجات ما نجحناش فيهم منتصر؟ أوفنسيفمون ما كناش باين. مانيش باش نتخبى ولا دي زيكسكوز، مي لي سيركونستانس الكل ما كانوش باين. معناها خسرنا عيسى العيدوني في الماتش الاخر، خسرنا الجزيري سور بليسور، خسرنا الطيف سور بليسور اللي كان نجم يعاوننا برشا. البارح لو ميور جوار معناها في الماتش الجيني هي تضرب بالرمضان في لي زونترينمون. هذوما الكل مع الناس اللي غايبه قبل اللي كانت نجم تعاون. بوتيتر انا مونكي دو سوليوشن زيد انكور اون فوا موش دي زيكسكوز، مي التيران هذا ما خليناش نلعب. الكاليتي نتاع التيران تنجم حتى تسلم لعبيه، هما قالوا ما يخليكش تلعب. الادفيرسير كان اغريسيف، انا مونكي داغريسيفيتي في وسط التيران سي فري، كنا واقفين ديفونسيفمون مي انا مونكي داغريسيفيتي. الريتم ما كانش باهي. نقول لك كما قلت اخر مره، معناها اللي قالوه للناس اللي عندهم اكثر اكسبيريونس في ليكيب ناسيونال، وحتى الملاعبين اللي كانوا ديما الاستاج الراسومبلومون تاع جوان سون كومبليكي. كان هذا مدرب المنتخب الوطني التونسي منتصر لوحيشي يتحدث على مباراة البارح ضد منتخب ناميبيا وتعادل 0-0 البارح في نفس مجموعة متاعنا. ليبيريا فاز على ساو تومي هدف مقابل 0، واليوم الموعد مع مباراة لحساب المجموعة متاعنا، مباراة تنطلق من ساعتين، غينيا الاستوائية يستضيف منتخب مالاوي. ترتيب المنتخب الوطني التونسي في الصدارة برصيد 10 نقاط: المركز الثاني ناميبيا 8 نقاط، المركز الثالث ليبيريا 7 نقاط، المركز الرابع مالاوي 6 نقاط، والمركز الأخير غينيا الاستوائية وساو تومي. كل منتخب عنده 0 من النقاط. جوز مقابلات للنسيان بصراحة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي: مباراة أمام غينيا الاستوائية ورغم الانتصار بضربة جزاء في دقيقة 82 محمد علي بن رمضان، والبارح تعادل 0-0 أمام منتخب ناميبيا. باقي مشوار المنتخب الوطني التونسي في تصفية المؤهلة للمونديال الجولة الخامسة يوم 17 مارس 2025. التنقل سيكون لمروفيا لليبيريا ومواجهة المنتخب الليبيري. الجولة السادسة يوم 24 مارس 2025، تونس المنتخب التونسي يستضيف منتخب مالاوي. الجولة السابعة يوم 1 سبتمبر 2025، المنتخب الوطني التونسي يستضيف المنتخب الليبيري. الجولة الثامنة يوم 8 سبتمبر 2025، غينيا الاستوائية يستضيف المنتخب الوطني التونسي. والجولة التاسعة يوم 10 جوان 2026، المنتخب الوطني التونسي يتنقل لمواجهة منتخب ساو تومي.
البارح فكرة على بقية النتائج، منتخب جمهورية الكونغو فاز على توغو هدف مقابل صفر، المنتخب السنغالي خارج القواعد يفوز على موريتانيا هدف مقابل صفر، هدف الحبيب ديالو دقيقة 27 وتعادل 1-1 بين جيبوتي وأثيوبيا. اليوم الموعد مع مجموعة من المقابلات لحساب تصفية المؤهل للمونديال على المنطقة الإفريقية، من ساعتين الصومال في مواجهة مع بوتسوانا، الخمسة البنين مع نيجيريا، الخمسة كذلك غينيا بيساو يستضيف مصر، الخمسة المنتخب الأوغندي يستضيف المنتخب الجزائري، ثمانية بوركينا فاسو مع سيراليون، ثمانية غانا يستضيف جمهورية أفريقيا الوسطى، وثمانية كذلك متاع الليل مواجهة بين غينيا والموزامبيك. بعد الفسح المجال للمنتخب الوطني التونسي هذا الأسبوع، عودة نشاط بطولة الرابطة المحترفة الأولى الجولة الرابعة لمرحلة الإياب لمجموعة التتويج يوم الجمعة 14 جوان الجاري الموعد مع مباراة وحيدة 4:30 في ملعب باردو، الملعب التونسي يستضيف النادي الإفريقي، ويوم السبت 15 جوان الجاري الموعد مع زوز مقابلات 4:30 في ملعب سوسة دون حضور جمهور، نجم الرياضي الساحلي يستضيف فنادي الرياضي صفاقسي، والسبعة متاع العشي في ملعب حمد العقر ببيرادس كذلك مباراة دون حضور جمهور، مواجهة منتظرة بين الترجي الرياضي التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري. الجولة السابعة لمرحلة الإياب لمجموعة تفادي النزول في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، كل المقابلات الخاصة بهذه الجولة يوم الجمعة 14 جوان الجاري، كل المقابلات تنطلق 4:30 متاع العشية في ملعب سليمان، مستقبل سليمان يستضيف فريق نجم المتلوي، هامة للزوز فرق المباراة هذه، مباراة هامة كما قلنا، من سيرافق المستقبل الرياضي بالمرسى إلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية، مستقبل سليمان من أجل انتصار في هذه المباراة في المقابل نجم المتلوي نقطة تكفيه للبقاء. في ملعب 15 اكتوبر ببنزرت، النادي الرياضي البنزرت يستضيف اتحاد تتاوين، في ملعب قفصة القوافل الرياضية بقفصة يستضيف الأولمبي البيجي، وفي ملعب 7 مارس ببنجردان اتحاد بنجردان يستضيف المستقبل الرياضي بالمرسى. في المقابل نجدد تهانينا الحارة لكل من فريق الترجي الرياضي الجرجيسي وفريق شبيبة العمران اللي حقوا الصعود لبطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد موسم ممتاز جدا للزوز فرق في بطولة الرابطة المحترفة الثانية، الترجي الرياضي الجرجيسي يعود للبطولة بطولة الرابطة المحترفة الأولى، في المقابل جياسو شبيبة العمران لأول مرة في تاريخها في بطولة الرابطة المحترفة الأولى بعد نجاح كبير، برافو للزوز فرق ومرحبا بكم زوز فرق في رياضة، وأهداف الموسم القادم البرنامج الخاص لنقل مقابلات بطولة الرابطة المحترفة الأولى. كرة السلة نصف نهائي سوبر بلاي اوف للبطولة البرو آ في كرة السلة، البارح نادي الافريقي فاز على الشباب القيروانية 81-46، والاتحاد الرياضي المنستيري فاز على النجم الرادسي 83-70، المواجهات الثالثة لهذا النصف النهائي موعدها يوم الاربعاء القادم 12 جوان الجاري في قاعة القيروان وكذلك في قاعة رادس. هكا نكملوا فلاش سبور، متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، إلى اللقاء.